إدخال الجزائرية الأرضية على جهاز جيو ار اسات بليس ميني اتش دي اف تي ا ولا ار اس سات ميني اتش دي اف ار تي اف تي ا. المهم الطريقة تنفع معهم. أول شيء كما راكم تشوفوا الجزائر الأرضية مكاش، تضغط على نفعل ايمي 88 99 88 عفوا 88 99 هكذا، ثم نضغط على هذا الخيار تحت الأصفر، هذا الخيار موجود تحت الأصفر، نضغط عليه ثم نكتب هنا 11 هنا 11 وباقي أصفر، ثم نضغط على أوكي هكذا. أرضية تمت، أرضية بنجاح. المهم أول شيء 88 99، ثم نضغط على هذا الخيار ونكتب كما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.